التيران اللي تلعب فيه لاسيك، وديجا طلبنا معناها ولحينا باش ناخذوا دو سيونس، مش سيونس واحده دونترينمون باش الاولاد يعرفوا تيران اكثر. الحاله نتاعو عاديه معناها كيما تيرانات التارتون الكل، يمكن خير حتى من تيرانات اللي في تونس تارتون. سافا الاولاد شافوه توا بداو يترناو، معناها ان شاء الله لاباس، ان شاء الله ما فما كان خير. بالنسبه لي لحد الان ظروف راهو كاقامه وكامور الوقت الكل طبيا رياضيا اداريا الحمد لله ناجح الى حد الان 100%، ان شاء الله نواصلوا هذه. سمكر بلاك تحكينا على تاع الملعب الفيستيريت جوالات الضربات كل شيء، تحكينا كيفي جينيرال على الضرب والجوالات. ما نعرفش وما عنديش الحق باش نجم نحكي معنا شيء هذايا، خاطر فما اطار طبي ساهر على الامور هذايا. بالنسبه للفيستير كنا عايناه من قبل بثلاث ايام، عملنا دي فيديو صور، معناها حاجه عاديه جدا، ما فماش حاجه اكسبسيونيل ولا حاجه خايبه انها تاثر على مردود الجوارات. الحالة الملعب كما نعرفوها الناس الكل ديجا عاديه جدا، تيران سانتيتيك تروازيام جينيراسيون، لعبنا فيه اخي منه ديجا قبل في تونس ولا حتى البرة. ان شاء الله لاباس بور لو مومون، احنا حاضرين وقمنا بالواجب الى حد الان، وان شاء الله نكملوا هكايا قدرة الله نروحوا لتونس بالترشح ان شاء الله. يعطيك الصحة.